السلام عليكم متتبعي قناة روى آية بسمة فلوغ، مرحبا بكم معنا. اليوم غادي نشوفوا طريقة خياطة جلابة شتوية بالقب بالثوب ديال الكشمير، واللي شفنا طريقة الفصالة ديالها في الفيديو السابق. غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف، كذلك غادي نخلي لكم في الاقتراحات في أعلى الشاشة. وشكرا للناس اللي كيشجعونا بتعاليقهم الجميلة واللي كتعني لنا الشيء الكثير. منطولش عليكم، نخليكم مع طريقة الخياطة. اول حاجه كنبدا بها هو داك التبطين الصغير اللي وريتكم كنلاقيه مع ديك الفتحه ديال العنق الامامي. كنلاقيه يعني بشكل عادي بحالو بحال التبطين اللي كيكون داير، لكن هذا غير تبطين قد وقد الفتحه. وكنقطع واحد التقطيعات في داك الكاريه اللي دايره بالخياطه اولا بالغرق ديالو، باش من الوقت اللي كنتني الثوب لداخل ما كيبقاش ليا معبن. وكنعاود نزكي بالماكينه ديال الخياطه كيف كتشاهدوا معايا. ملي كنوصل لتحت ديال الفتحه فكنحاول نخيط على شكل مربع وكنعاود نطلع. من بعد ما ثبت الخياطه الاولى الخياطه على الخياطه كنعاود نرجع نخيط دوك الجناب باش نلصقهم مع الثوب. كنزول داك الفائض ديال الثوب. هذا هو الشكل ديال الفتحه من بعد ما بطلناها. بالنسبه للغرق ديال الفتحه كيبقى امر اختياري، اللي بات الفتحه يعني غارقه، واللي ما باتش تقدر دير فيها غير 3 سنتيم، حيت كلها واش تيجي معاه في الكول ديال الجلابه. كاين اللي كيبغي ديك الفتحه هابطه، وكاين اللي ما تتبيش الفتحه هابطه، كتبغي داك الكول يكون يعني مجموع على عنقها. فليكم واسع الاختيار. من بعد تلاقي الكتاف من بعد ما لقيت الكتاف، هذا هو الشكل ديال العنق. كنلصق القب وكنشد العنق الخلفي من النص ديالو وكذلك والمثل، حتى ديك الزديه اللي غادي نخيط دابا ديال القب هي اللي كنحط على النص ديال العنق الخلفي ديال الجلابه ديالي، باش كيركب ليا العنق بشكل متوازن. كناخذ كيف قلت لكم النص ديال العنق الخلفي، حيت اش كنبدا التركاب ديال القب من العنق الخلفي. الا لاحظتوا هنايا راني ما غاداش نبطن ديك الخياطه وندخلها لداخل باش ندير لها الخياطه ديال المدفون، وانما غير خيطتها ديريكت بحال هكاك واكتفيت. يمكن لكم لو بغيتوا تبطنوها كتدخلوها لداخل، كتعاودوا تحدقوها بالمقص، يعني تخيطوا داك الزائد ديال الثوب بالمقص تقطعوه وكتدخلوا الخياطه لداخل، وتعاودوا تخيطوا الخياطه ثاني تخرج على برا، وتعاودوا ثاني الخياطه المره الثالثه كتلصقوها مع الثوب. سبق ليا وريتكم داك الخمسة سنتيم اللي كنخليها على برا، فكنوصل غير لحد العبار ديال 5 سنتيم، والخمسة سنتيم ما كندخلهاش في الكول. بهذا الشكل كتبقى ديك 5 سنتيم على برا هي اللي غادي تنتني لداخل. كنتني لهداك الجنيب الاول واحد سنتيم، كنفيكسيه بالخياطه، ومن بعد كندخل داك 5 سنتيم لداخل باش كيجيني داك الكول بحال دايره له الباندا ديال القب. هي كتجي حسن من القب يجي غمتني هكاك. كنثبتها مزيان على الخياطه بالضبط ديال الكول، ومن هنا كتدرك ليا حتى ديك الخياطه مع الثوب ديال الكشمير شويه كيتمدد. فكنحاول مثلا الخط الابيض يجي على الابيض والكحل يجي على الكحل، باش ما يجينيش فيه تراجل، باش ما يجينيش فيه هكاك دوك الخطوطه مراجلين على بعضياتهم. فكنكمل ديك الزجيه ديال 5 سنتيم مع القب حتى كندور على القب كامل.
خرجت لي هذيك الزاديه يعني نثبتها على الخياطه ديال العنق هي هذيك، الا ما خرجتش فنهبط الزاديه لتحت شويه وراه كتجي حاجه مزيانه. من بعد ما كملتها فهذا هو الشكل ديالها، هذا هو الشكل ديال القبيب كيف لاحظتوا. دابا غادي نمر باش نزادي الكمامه مع التراكيز. كيف ما سبق ليا ووريتكم فديما كنحط داك الظهر ديال الكمامه او المنتصف الفوقاني ديال الكمامه على ديك الزيه ديال الكتاف باش كيخرجوا لي التراكيز قد قد. وبالنسبه للعبار كيف كيخرجوا لي يعني التراكيز قد قد لاحظتوا يعني ما كيشط ما تيخص. فإلا بغيتوا تحصلوا على هاد على هاد الطريقه هذه فما عليكم الا ترجعوا للفيديو ديال الفصاله اللي غنخلي لكم في صندوق الوصف واللي غادي يبان لكم في اعلى الشاشه في نهايه الفيديو. وكنطلب منكم يعني تتبعوه مزيان فالتراكيز يعني ان شاء الله ما غاداش تبقاو توحلوا معاهم. من بعد ما زديت التراكيز ديال الكمام والكتاف فكنبدا الزاديه ديال الخياطه من راس الكم وكنهبط لحتى الاسفل ديال الجلابه. بالنسبه لهاد الجلابه الكليانه ديالي ما طالباش ليا جياب مبطنين وانما طالبه ليا جياب محلولين ديريكت، فغادي نخلي غير فتحه بحال شكل الجلابه ديال الرجال، غادي نخلي غير فتحه فيها 14 ديال السنتيم وراه نفس الشيء كنخيط به لحتى الجهه الاخرى. كنبدا بالملاقيه ديال الكتاف بالملاقيه ديال التراكيز الكمام والكتاف وكنبدا الخياطه ديالي من راس الكم وكنهبط لحتى لتحت كيف ما كنخيط هذه الجهه كنخيط الجهه الاخرى حتى هي. ومرحبا بكم ان شاء الله في فيديوهات قادمه اللي غادي نشارك معكم بزاف ديال الحوايج ان شاء الله. كل مره غادي نبداو نصعبوا شويه الخياطه، مازالوا لنا خياطه ديال القفيطنات جليلبات تكيشطات وكذلك المثل. غادي نبدا ننزل دروس ديال الطرز الرباطي للمهتمين بالامر، فما عليهم الا يضغطوا على زر الاشتراك ويفعلوا الجرس باش يوصلهم ان شاء الله كل جديد. بالنسبه لاي سيده او سيد عنده شي معلومه يعني كيوحل فيها وهذا، ما عليه الا يخليها ليا في كومونتير ان شاء الله ونشاركها معكم في فيديو قادم. ما تنسوناش من الدعم ديالكم وما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك، وان شاء الله راه كل مره غادي يكون عندنا جديد. كيف لاحظتوا من بعد يعني ما زاديت لحتى لتحت فرجعت باش نكفف الكمامه. هنا التكفيفه درت فيها 3 سنتيم لتحت مع الثوب ديال الكشمير كيبغي الكمامه شويه تكون متينه، ديك الثانيه ديالها الا كانت رقيقه كتجي عيانه. الشكل ديال القب الكميمه الجيب كيف قلت لكم خليت فيها 14 ديال السنتيم وتا هو تنيتلو الثوب لداخل.